النهاردة ومع أخبار الزلزال في تركيا وسوريا، في دول كتير عرضت مساعدتها على تركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا المجتمع الدولي للمساعدة في إغاثة المناطق المنكوبة في شمال سوريا. حاليا في جسر جوي من بعض الدول الخليجية زي قطر زي الكويت متجه إلى تركيا، في مساعدات أطقم طبية مستشفيات ميدانية وغيرها من المستلزمات ضرورية لإغاثة الناجين من الزلزال. في الحقيقة دول كتير عرضت مساعدة تركيا وسوريا زي روسيا، حتى اليونان عرضت مساعدتها على تركيا رغم التوترات المعروفة ما بين البلدين. الكل دلوقتي بيحاول يساعد وبسرعة الأول، لأنه الأوضاع الحقيقة في غاية الصعوبة، خصوصا أنه الزلزال بيتزامن مع عاصفة ثلجية زي ما كنت بقول لحضراتكم في أول الحلقة بتتعرض ليها حاليا تركيا وأيضا في سوريا، وتسببت في الغاء 238 رحلة جوية من امبارح للنهاردة. حقيقة يعني انه اليونيسف دلوقتي مكتب الامم المتحده للشؤون الانسانيه قال نتوقع ارتفاع عدد قتلى الزلزال في ظل تضرر الكثير من المباني بعده مناطق، واليونيسف بيطلب استغاثه عاجله وبيصرح بانه الزلازل ادت الى تدمير الاف، طبعا الزلزال وتبعاته ادى الى تدمير الاف المنازل في سوريا وتركيا وتشريد الاف العائلات وأوضاع الأطفال في ظل البرد باتت أكثر خطورة. طيب النهاردة في مصر في ناس اتكلموا عن انهم حسوا بالزلزال اللي حصل في تركيا بالليل، كانت الساعة وقتها تقريبا 3:30 بعد نص الليل، وده الوقت اللي مراصد الشبكة القومية للزلازل رصدت فيه الزلزال وحددت موقعه في جنوب شرق الأراضي التركية على الحدود السورية، ورصدت قوته اللي كانت 7.8 درجة على مقياس ريختر. لكن مراصد الزلازل المصرية رصدت بعد كده عشرات من توابع هذا الزلزال، واللي قوت بعضها كانت أكتر يمكن من 6 درجات. الحمد لله ما حصلش عندنا أي خسائر بسبب هذا الزلزال المدمر وتوابعه، لكن أكيد مراصد الزلازل عندنا بتسجل حاليا أي هزات ارتدادية جديدة واللي كان تأثيرها كبير على الأراضي التركية والأراضي السورية، وطبعا يعني أعمال الإغاثة والإنقاذ بتجري الآن على قدم وساق في الداخل التركي وفي الداخل السوري. الحقيقة يعني أسئلة كتيرة جدا، يعني بعضها جاوبنا عليه، سبب قوة هذا الزلزال، ويعني الحقيقة مهما اتكلمنا النهارده بطريقه علميه هيبقى الكلام صعب شويه، لانه المأساة الانسانيه الكبيره اللي حاصله دلوقتي ومأساة انسانيه في ظل اجواء صعبه جدا، سواء في تركيا الاجواء المناخ والحاله الجويه هناك، ويعني الحقيقه حاله صعبه جدا وعاصفه ثلجيه زي ما كنت بقول، او ما تمر به سوريا منذ سنوات طويله، وهي تمر الان ايضا فترة من الطقس السيء، بالإضافة إلى هذا الزلزال. الحقيقة كان الموضوع يعني صعب للغاية.